لمصلحة الهلال، حيث مالكوم وميشيل وحيث سفت وراسياتا الراسية. الله، محمد إبراهيم كنو سيكون حاضرا يوم السبت، هكذا أعلنها محمد إبراهيم كنو إذ ارتقى وضرب بالرأس وهز شباك كيم للمرة الأولى في البطولة. الله على الكرة العالية الرائعة من روبن، والله على الارتقاء من كنو حيث الله الله الله. وعلى هذا النغم الهلال فعلا يلعب، يلعب الهلال، يلعب الهلال. الله الله، العب يا هلال، جمهورك وراك، كل الملعب وكل الليلة ليك. الله الله على نغم القوة الزرقاء. كان الهلال بعشرة أو أقل يضرب، يضرب بقوة الزرقاء، القوة الزرقاء تضرب عرضا ومدرجا. الله، خيال يا عالم، خيال خيال يا عالم، خيال. هذا هو الهلال، هذا هو الهلال، خيال يا عالم، خيال. هو في الظروف وفي أحلك الظروف دائما ما يظهر ويضرب ويتجلى. الله على كرة السعود، الله على تحضير سافيتش، ثم مالكوم، مالكوم يسجل ثاني أهدافه مع الزعيم إذ يظهر على طريقته، يظهر ليقول أنا على مرمى الوطيان. ياسر الشهران، إيفر بانيغا يرسل كرة على طول بالرأس، نجاح من كان. أوهو، إنه كويلار، إنه كويلار. إذا أردت الإطاحة بالشباب عليكم تجاوز كويلار. أولا كويلار يجتاز الجميع بصاروخ لا يرد ولا يصد، وقفت دفاع الأزرق وحبيب الوطيان لتكون في الشباك. هدف جميل، هدف رائع، واحدة فقط تعلن ذلك، الشمس والقمر في سماء الطائف، ديربي الكرة العربية وقمة الكرة السعودية. الآن 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 سالم، سالم يظهر، يظهر الحمدان. الهلال يعلنها، ديربي الكرة العربية السبت المنتظر. الهلال يرفع العلامة ويبتسم في وجه النصر. يا عرب، إلى ديربي الغضب، إلى ديربي الغضب، إلى ديربي الغضب. واسمح لي يا ميلانو، اسمح لي يا ميلانو، الطائف ستشهد ديربي الغضب. الله، يا أحلى كعب، أحلى كعب من سالم إلى الحمدان اللي حطها في أحلى مكان. الهلال كنز لا يفنى بعشرة لاعبين لم